مرحبا بكم عندنا في مطعم لو بوفي مدينة طنجة. الفكرة الصراحة تقررت من الإدارة وعلى إثر هذه الظروف اللي تمروا منها هذه الفترة هذه كما تتعرف أزمة ديال كورونا، قررنا أننا نديروا واحد الإفطار صائم وعابر السبيل، أو أي واحد يعني جاء في الباب المطعم، أي واحد طلب منا الأكل او لا بغى المساعده او هذه احنا موجودين. بالنسبه للطعام عنده واحد القائمه، كل نهار كيكون شي حاجه جديده، منهم اطباق مغربيه اللي احنا عندنا في الدار، كنديروا الحريره، كنديروا المالح، كنديروا شي حاجه هكا الروز، كنديروا اطباق. ودابا انا قررت ان كل نهار نديروا موني جديد، بحال موني حتى هما بحالنا بحالهم، ياخذوا اللي بغا وكيختار اللي بغا، شي حاجه بغا يختارها، شي حاجه كيجي مثلا الناس كيقول لك انا ما بغيتش هذه ولا هذه، تعطيه اللي بغا ماشي مشكل. بالنسبه للوقت من 3 حتى ل 5 ان شاء الله، غير كاين بعد بحال البارح واليوم كان شويه ديال الضغط، كان شويه ديال الضغط، سالينا شويه بكري ان شاء الله. صراحه حنا كنفكروا انا نطوروا الفكره ونزيدوا الكميات، وما كرهتش ان هذه القضيه هذه تعمم كاع الناس اللي في المستطاع ديالهم انهم يساهموا ولو بقليل. لا حيت باش كما عرفتي دابا الازمه اللي دازت علينا هذا العام هذا على كل شيء، يعني يقدر يكون جارك، يقدر يكون واحد مسكين جالس من الخدمه، يقدر يكون بزاف الناس محتاجين، يعني المساعده راه هي، وهذا الشيء معروف على المجتمع المغربي الصراحه. ان شاء الله طيله شهر رمضان وفي اي وقت يعني يسمح لنا اننا نساعدوا شي واحد، وحتى في الايام العاديه عندنا من 8 فاش كنكونوا كنسدوا مع 8 لفوق كيجيو كاع الناس كيجيبوا لي بواط ديالهم، هادي كنعطيوهم كاع الماكله اللي بقات هنايا كنعطيوها لهم، كاينين الناس، كاينين اراميل، الناس اللي كتبات في الزنقه، كلشي. عواشركم مبروكه ومرحبا بكم عندنا، وان شاء الله يفك الله هاد الازمه هادي وترجع الحياه كما كانت. مرحبا بكم عندنا تنتوما، ورمضانكم كريم، وجميع الجاليه المغربيه سواء داخل خارج الوطن، وتبارك الله عليكم، وخاصه قطاع المطاعم والسياحه مرحبا بكم وتبارك الله عليكم. ان شاء الله راه غادي نتحدوا المغاربه، كنقولها كاملين نتحدوا ان شاء الله يد في يد تدوز هذه الازمه هذه باش ما كان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.